السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني من 4 أيام وإحنا بالمطار وشوف هذه العوائل والأطفال، هذا حطيه هذا على كرسي. الآن إحنا اليوم 26/7/2022، هسه الساعة حوالي 11 في مطار كوبنهاجن الدنمارك، حاجزين تذاكر على شركة الخطوط الجوية العراقية، شركة عمرها أكثر من 80 سنة، اللي انجمعت أموالها من 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 من, من كد الشعب العراقي. الآن جايين يسقطوها الفاسدين، حتى شنو؟ حتى يأخذوها استثمار. يعني صدقون أنتوا يعني 4 أيام تاير ما يقدرون يبدلوا؟ تاير إطار مال 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 طيارة، صار لنا 4 أيام ننتظر التاير يبدلوه، وكل شوية تتكنسل الرحلة، كل شوية تتكنسل الرحلة. آخر شيء هسه كانت الساعة 10 الصبح على أساس الطيران اليوم، هسه الساعة 4 العصر يقولون الطيران، وطبعاً إحنا ما نصدق بيهم لأنه صار لهم 4 أيام نفس الكلام، 4 أيام نفس الكلام. يا جماعة يا أخوان، تاير مال طيارة 4 أيام يتبدل، وين وزير النقل يا مدير الخطوط العراقية؟ شنو قشام راح نضحكون علينا؟ يعني والله الله ما يقبل. وبالمناسبة هنا راح كنا نشتكي عليكم في الدنمارك، اكو حقوق راح نشتكي عليكم، زين راح نشتكي عليكم وراح ناخذ منكم تعويضات. لا تتصورون انه لانه هاي البلدان ما بيها قانون مثل العراق، هنا اكو قانون راح نشتكي عليكم كلكم. مثلا راح اسوي عريضه وراح اجمع تواقيع الموجودين كلهم وراح اشتكي عليكم. زين شوفوا هذا خطيه واحد عنده جنازه بالطائره مسكين، وهذا خطيه شوفوا يعني رجال على كرسي متحرك، من غير الاطفال من غير الناس المرضى. انا لله وانا اليه راجعون. شنو هي المشكله بالضبط؟ تاير المشكله اطار تاير مال 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 طياره ما يعرفون يبدلوه، صار لهم 4 أيام. اخوان معقوله العراق عمره اكثر من 5000 سنه والخطوط العراقيه عمرها اكثر من 80 سنه، معقوله تاير من قدر تبدلون خلال 4 أيام؟ والله صرنا مهزله للعالم، مهزله صرنا. يعني الفساد لنا لحقنا، انا لله وانا اليه راجعون.